رجعنا مع عبدالي شوي تايم، ورجعنا مع الربح كالعادة. اللي يحب يربح كرهبة ابعث حرف على 85 899، تنجم تروح بكرهبة من هنا جديدة توت اوبسيون. وتوا باش نستقبلوا من بعضنا اكتشاف الانترنت والفيسبوك، مغني مش معروف برشا لكن بدا يضرب بكلامه، بدا يضرب بجو، بدا يضرب بغنيات ساتيريك بوليتيك، مقلق العباد، بدا يقلق، دونك حاجه باية. واللي يقلق نحنا نجيبوه بحذانا، مرحبا بمراد المسعودي. يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، وين خليتنا ومشيتي؟ يعليسة وخيتي، شم جيبت في بابور تكسي وتخيتي، شم مسك في جلد الثور، تبني وتعلي في بالك عاملة آفار، 3000 سنة حضارة قعدوا آثار، بعد ما جون حنا بعلو أميلكار، إجا شوف شكون يحكمنا وشوف الخنار. يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، وين خلتني ومشيتي؟ يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، وين خلتني ومشيتي؟ شيخ وشيوبة كل واحد حال الجراج، مربين ديوبة عاملين ارواحهم من عاش، مجلس النوبة بنادر بخور وعجعاج، حرقوا لمبوبة وعملوا لبلاد نبركة. يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، وين خلتنا ومشيتي؟ يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، يعليسة وخيتي، وين خلتنا ومشيتي؟ ايجا سي مراد، ايجا جيب جيتار تكويجا كان تحب ولا خليها مسك. خليها غاديك، خليها كان حاجتنا بها تاني نشوفوها. مراد مرحبا بيك. لطفي عايش. مراد ندخل طول في صلب الموضوع، يا عليسة وخيتي، فهمتني ولا لا؟ انت تشوف اللي عليسة سبب المشكله الاولانيه كلها؟ لا مش سبب، لا بالعكس، احنا انا هي الحكايه الاغنيه تقول يا عليسة وخيتي في صلب مشكلتنا في تونس. التونسي إلى بوزوان دان فغي ليدر، حاجتنا في تونس بليدر يبني ويقدم بالبلا، فيكو ما فماش ان فغي ليدر، التوانسة رجعوا للنوستالجي نتاع لي ليدر القدم، قعدوا يعيشوا في الماضي نتاع الناس اللي بنات تونس، كونت تونس، عملت حاجة ان بلوس لتونس، فهمت؟ دونك فوالا. باهي مراد، أنت ما عندكش تاريخ يعني في الموسيقى المعروف في تونس؟ أيوة، بديت بالانترنت، زرت فجأة هكايا في حياة التوانسة في هكا. أنا قريت موسيقى ملي أنا صغير وعندي دبلوم موسيقى عربية. بقى جافي لو شوا مومون دوني بين حاجتين، سوا باش نتلهى بقرايتي وبخدمتي، سوا باش جو مانفيستي في الموسيقى، فهمت؟ وأن مومون دوني اخترت أني جو مانفيستي في قرايتي وفي خدمتي، رجعت جي روبخي بشوية بشوية في ستيل معين. وجوستومون لطفي، أنا اخترت أني نضمن لروحي مورد رزق باش ما تكونش الموسيقى هي مورد الرزق نتاعي، ونتلز ان سيغتان مومون باش نجم نعيش وناكل الخبز في البلاد هذيا، نعمل حاجات لاهي في مستوايا، حاجات بالسيف عليا. مثلا ما نعرفش، انا نتلز باش نتحط في دي سيتواسيون اللي ما نرضاهمش لروحي، معناها جوست بور غاني ما في. هما مثلا نعطيني بار اكزومبل. والله مثلا يجي في قلب انيماتور يجي فقص عليك عظمه يصب عليك ستالماء، فباش نضحكوا الناس الكل. شعبيه هذيك تضرب بها، فقص عليك عظمه ستالماء. ولا هذاك البوز اللي انا ما نحبش نعمله على خاطر باش نجم نعيش وناكل خبز، هذاك البوز اللي ما نحبش نعمله. معناتها اذا فما بوز سافا اتخ حاجه معناتها دو كاليتي. اكزاكتومون. برشا من خلينا نحكيو انا برشا شبهوك بن ديرمان.
اول ما طلع هو هي سي اكزاكتومون هو هي اللي نعمل فيه هنا سي اون فورم ديكسبرسيون معناتها il faut pas juger اللي قاعد نعمل فيه اون طونك مقطوعه موسيقيه فيها ريشيرش ميوزيكال وكل شيء نو سي اون فورم ديكسبرسيون كيف قاعد نعبر بينما سيغتان مومون وقت اللي كانت لا بارول صعيبه كان il s'exprime à travers الكتيبه ولي شونسون تاعو واللي حطته في دي سيتواسيون خايبين وصل حتى سيغتان مومون نتفكر الى كيتي الى كيتي كومبليتمون لو بيي معناها فهمت مشي كندا فوالا اكزاكتومون معناها انا سا مديرونج با دو تو انه واحد يقول سي لو ميم ستيل خاطر ماهوش بايرم اول واحد عامله ومانيش انا باش نكون اخر واحد يعمل عباره على كانك جيت الفنان قلت له يا اخي سامحني انت تغني في غنية حب في مقام الحجاز هاو غناوها قبل علاش تغني فيها في مقام الحجاز فهمتك هو سي لي باغولي سي لي فوالا اكزاكتومون سي ان ستيل سي ان ستيل ديكسبرسيون ماهوش سي با دو لا ريشيرش ميوزيكال فما عندنا ان اوتر بروجي ميوزيكال فيه في دو لا كومبوزيسيون في ريشيرش بلوس على النص وعلى الكلمه سي ان ميساج يلزمو يكون لو بلوس فلويد بوسيبل معناها يتعدى بين العباد فاسيلمون كيما صار لعليسا وخيتي معناتها لو ميساج ايتي هايبر فلويد بين العباد والمخ العباد هي شنو هي مثلا انسان ريشيرش يعملها في النوع نتاع الكلام هذا يقول يلزمني كلام ضامر كلام يوصل فيسع كلام مختصر الموضوع كبير ياسر نفسر لك هو التونسي توا كل يوم يقوم على كارثة كل يوم يقوم معناتها اوني ديموراليزي كشعب مورال تاي اوني ديموراليزي بقى مي مالغري سا فما مشاكل اون دوا اون بارلي معناها في بلاصة ان نجي نصدم على العباد نحل فيديو الديريكت وراو بينا وعلينا ونبدا نندب وكل شيء جو باس لو ميساج مي من غير ما نحطم المورال نتاع الشعب التونسي معناها لكن برشا نقد في الغنيات نتاعك ونقد بيان سور هو ذاك ليسونسيال مي باس معناها اترافير لو كوستيم دو لا كوميدي نوار فوالا اكزاكتومون هذاك هو معناتها انا جو كريتيك كل يحكي على السياسه 99% À 99%, c'est la critique du matal l'état qui n'aïchou fi c'est ça chnaïa. Hiya chaîne l'âme. Et là, je critique chaîne l'âme fi Tunis. عندك الحق tu critiques chaîne l'âme ou tahbt toli hab ta siyasa ou enti kont fi hizb qbel? Bien sûr. بالعكس انا عندي بلوس دو ماتيير على العباد الاخرين خاطر انا جيت في حزب انت بيان سور كنت في حزب اي كنت في حزب وعملت شنو الحزب اللي كنت فيه؟ كنت في حزب التكتل ونشط فيه بالكدا بعد الثوره وكنت حتى عملت ديريكتور دو كومباني الكتورال في ولايه بنعروس وقربت برشا للسياسه وقربي برشا للسياسه هو اللي خلاني فهمت دو كوا يل ساجي وجو مو سوي روتيري مسخ ميو بوليتيك اكثر ما تنجم تتصور معناها باش تنجم تقدم في السياسه لازمك كل ما تجي تدخل اجتماع تخلي لي برانسيب نتاعك قدام الباب تدخل تخدم مصالحك وامورك كذا ومن بعد كي تجي خارج تحط لي برانسيب نتاعك تعيش بهم مع اولادك ومرتك وصغارك وعائلتك ولا قدام التلفزه ولا لا قدام التلفزه هذاك تولي دوبل سيغ سو كيما يقولوا باش سمعنا الغنيه الثانيه اي اسمها الى متى الى متى سمح لنا جيب له الميكرو والجيتار ديال لا شونسون ابدا انت دندن لو طون هو جاب لك الميكرو كليتو الخروب وخليتو لنا البوبالات نمشي في حفر وانا مخلص الفينيات كياسات ثلام كثروا فيهم لكسيدونات حتى كي نجي نموت ما نلقاش سبيطارة إلى متى إلى متى إلى متى وظهر البهيم وفاء إلى متى إلى متى إلى متى وظهر البهيم وفاء نزلنا عالفرسة سيدي الشيخ مشعلش الضو حلينا السبالة هبطت قطرة اكاهو خلص الفاتورة لنشي ونقصو لك تو شعل شمع وان شاء الله ما عندك سو الى متى الى متى الى متى واظهر البهيم وفاء الى متى إلى متى إلى متى وظهر اللي بهيم وفا يا حسرة كي كنا من السوق نهز قفف توا الفقوس شادين عليه الصف قالها القصاص يا مواطن كول الثلف
ومع العلوش باش توليت بشتر العلف. إلى متى إلى متى إلى متى وظهر البهيم وفاء؟ إلى متى إلى متى إلى متى وظهر البهيم وفاء؟ يا سيدي الوالي راي قتلتني البطالة، ما نكسب والو حتى باش نعطي جعالة. دبر لي خديمة حتى ببيوش وبالة، باش راس شهر نبعث للأمي الحوالة. الوالي باش يجاوبو تو. بر مشي اختاني راني مانيش في صحني، عندي مشاكل والفايس بوك فضحني. ما ضربك حد على يديك وقلك رشحني، خلي المادموازيل تدخل وانتي سامحني. إلى متى إلى متى إلى متى وظهر لبي مفاء؟ إلى متى إلى متى إلى متى وظهر لبي مفاء؟ حشتك بورقة وقاسد ربي للي دارة، خذ رونديفو عند طبيب المرارة باش تسمع صوت جايك من نور البلارة. خويا رجع غدوة ما يحضر شي في نهارة. إلى إلى متى إلى متى وظهر لبني مفاء؟ إلى متى إلى متى إلى متى وظهر لبه مفا؟ يا سيدي الشيخ نحب نقولك مرسي، وزهات الدنيا من اللي سيبت الويفي. بالانستغرام نخلص مكريدي، عطار الحومة يولي يخلص سيلفي. إلى متى إلى متى إلى متى وظهر لبه مفا؟ إلى متى إلى متى إلى متى وظهر لبه مفا؟ زاد إلى متى باش نقعدوا نحكيوا على السياسة، خاطر ماك تعرف التوانسة فدوا من السياسة وفدوا من السياسيين والانتخابات وما عادش عندهم الثقة في حتى حد. صحيح. الديسكور هذايا معناها النيجاتيف والدنيا اللي ما ينجمش ما ينجمش يزيد ينفر العباد باش ما يمشيوش يفوتيو باش يبعدوا على السياسة. ينفر العباد لا، احنا ديما معناتها ماذا بينا لو كان الشعب التونسي يقعد ديما عنده اون بريز دو كونسيونس بالسيتواسيون اللي هو فيها. علاش؟ على خاطر سورتو كي تقرب الانتخابات فما برشا عباد تنساها قفة رمضان والعلوش والعشرين دينار والخمسين دينار، ينسيه الحالة اللي هو فيها. معناها ما يرضى بك القفة متاع رمضان هذيك ويرضى بالكرذونة اللي شفنا الكرذونه البريود الاخرانيه شويه. اي الزوالي مسكين زاد ما هو الزوالي الزوالي عمرها ما مش تفضلوا مشكلته. الكرذونه بتاع تشدوا ثلاثه جمعات ولا جمعه ما تفضلوش مشكلته، خاطر بعد جمعه توفى الكرذونه هذيك ويرجع ربلوت. فما ناس يقول لك زاد وكان اليوم مقتني غدوه، ولده بالشر ما عندوش باش ياكل وما عندوش فريجيدير ما فهمتش نقطه هذاك هو نقطه الضعف اللي يستغلوها هو. اي ما هو هذاك انا فاش قاعد نعمل انا ديما نقعد نفكرك اللي راهو انت لو كان ترضى اليوم بالقفه ما تخافش زاد للموسيقى نتاعك واش بقاوتك كنت تحب. ميرسي بوكو. قلت لك ما تخافش للسياسيين اليوم الموسيقى نتاعك يوظفوها يضربوا بها بعضهم في الحملات الانتخابيه والدنيا؟ ماك تعرف برشا فنانين استغلوهم ولا استغلوا موسيقتهم؟ لا باش يستغل موسيقى، خاطر انت زاد في موسيقتك الاكثريه عندك سيدي الشيخ تو لاتاك بوكو، معناها سيدي الشيخ، وعندك شو اسمه ظهر لي بي مو فيه نتاع الباجي. وي خاطر هما نداء ونهضه. ما سي با ماهيش حاجه شخصيه، معناها هما اللي شادين البلاد توا، المسؤوليه يتحملوها هما ومن تبعهم. باهي مراد انتو ليكا تعرفنا عليك شفناك سمعنا رايك بخلاف التيترويت هذوما، نعرف اللي انت قاعد تحضر في حاجه جديده. اي فما ان بروجي فيها ريشيرش ميوزيكال، فما بروجي ميوزيكال فيه خدمه اون كولابوراسيون مع دوتخ ارتيست ودوتخ ميوزيسيان،
فما الديفوزيون حلوين بين ديفيرون ستيل دو 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 ميوزيك باش تكون موسيقى معناتها كوتي تكست سافا اتر ديما انجاجي مش بالطريقه هذيا سافا اتر بلوس معناتها بلوس دو ميتافور بلوس دو جو دو مو بلوس دو ستركتور اصعب شويه معناها من الواحد اما فما ان بروجي ميوزيكال اللي بيانتو باش يحضر ان شاء الله فمعنى اللي تحب نقفلوا معاك لاني نشكي ولاني اللوم ياسي ياسي عندي سؤال كيفاش ترقد ويجيك النوم ومنين جايبها راحة البال لاني نشكي ولاني اللوم ياسي ياسي عندي سؤال كيفاش ترقد ويجيك النوم ومنين جايبها راحة البال عامل من الكذب سلوم ومن نفاق صنعت حبال مكبش في الكرسي ملحوم لين اذيق عليك السرواقة حبل السلطة جامي يتواقى ما تخافش تونس فيها رجاء حبل السلطة جامي يتواقى بارابابام بام بارابا Para pa 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 para para pa 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 para pa para 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 عادي سيارة بشيفورها كمل زيدو المزود بلاش عباد مش لقي حق فطورها وهو شهريته ما توفاش عادي سيارة بشيفورها كمل زيدو المزود بلاش عباد مش لاقية حق فطورها وشهريته ما تفاش مدام دولة حلا بابورها والشعب مخدر ما يصحاش وذيوبة تسنقر في فطورها نعجارك دامة في بلهاش والراعي بيوع ما يسواش ثورتكم طلعت ما تغنقش والراعي بيع ما يسواش هذه كلمات حلوين برشا ولي ميتافور مزيانين هذايا سي دون هذايا دون لو دون لو سونس انو معناتها سي بلوس ستركتوري باش تكون افيك اون ريشيرش ميوزيكال باش تكون فيها faire des interventions par des musiciens. Bravo Alex, une très belle découverte. Mahlek, c'est sûr, le public, Cheikh, Bouk, Farhan, Bouk, Tichef. Et je vais vous donner le mot de la fin. Le mot de la fin, quand je me trajale le micro. Moutini, Moutini, le jamal ou le talal. والسناء والبهاء في ربا في ربا والحياة والنجاة والهناء واللالا في هوا في هوا